نشوف هبل زي كده. والله العظيم اللي احنا فيه ده ظلم. انا بصوا اقسم بالله احنا عالم رخمه والله العظيم مجانين اقسم بالله. الدنيا بتمطر. اول حاجه ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. يلا يلا 1 2 3 ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى خارجين نسهر سهره يا جماعه والله العظيم. اقسم بالله الدنيا بتمطر واحنا خارجين نتمشى على البحر مجانين بقى ما تفهموش. هو يومين بقى نقضيهم بقى بالطول والعرض. نانو بتمشي بالعكس بتمشي كسكس. انتوا ايه رايكم؟ فهحكي لكم حكايه الجاكيت ده هجيبه لكم اتفرجوا عليه بعد الحته دي. ونادين وامير بصوا بيضربوا بعض ما تفهميش حتى احنا ماشيين في الشارع. هنتمشى كده بقى مع بعض ونشوف هنعمل ايه النهارده. يلا بينا يلا بينا. ايوه لا مش نشوف صدقيني صدقيني ايه طلعنا فاصل كده كنا بنسلم على الفانز بتاعنا. ناس جايين من المنصوره ناس زي العسل ناس زي السكر وطلعوا كمان جيراننا هنا. ده منصوره ناس جميله اصلا. اه والله العظيم. وعلى فكره دي تالت حد النهارده يقول لي قابلني. اه ربنا يبارك خليك ولع النور عشان انا بصور. قولوا له تالت حد من المنصوره يقابلنا ويقول لنا احنا واحنا جايين دعينا ان احنا نشوفك. اشمعنى المنصوره؟ اول صدفه غريبه فعلا. اه عشان يمكن في الشتاء فبتوع المنصوره بيحبوا راس البر معرفش. المهم نورتونا راس البر على اساس راس البر بتاعتنا يعني مش بتاعتنا برضه؟ اه بتاعتنا. اه نورتونا في راس البر. احنا مستنيين والله. طب ما نيجي نبيع حاجه. ما احنا هنبيع. اجدع واحد يبيع. انت اه يا علي والله اجدع واحد يبيع. انا بشوف البيعه يا جماعه اقسم بالله. يعني اي ذهب عندي ما شاء الله. حته ارض اي حاجه بص حته ارض ما شاء الله اي حاجه يحب يبيعها. هو الحمد لله ان محتفظ لسه بنانو ما باعهاش. ربي يسلم عليك. هذا باع بالكيلو. مساء الخير يا امير. أميرة عامل خناقة مع بابا ليه بقى؟ الصباع ب 2 مليون جنيه. الصباع؟ صباع نانو. مش هنبيع نانو؟ هنبيع نانو. صباعك ب 2 مليون جنيه؟ طب ياخدوا ايدي كلها على بعض. لا تقول دول شي صوابع موز. موز؟ عليها منكير ومنكير ب 5 جنيه. اه ده عليها منكير يا جماعة. يلا بقى احنا غنى كتير. تعالوا نشوفوا حكاية الجاكيت ده ايه. روحوا شوفوها عمال ما احنا نوصل كده لحتة فيها بني آدمين أصور لكم أي حاجة. كتير احنا بنتخانق. اه يلا بصوا بقى. بصوا انا ايه انا جايبه هدوم حاسه ان هي خفيفه شويه. فالهدوم الخفيفه دي حاسه ان الجو بره ده بالليل فهتبقى صعبه. فانا قعدت ادور في هدومي ما لقيتش. فلقيت ده بتاع علي اصلا. هو لسه جايبه جديد. يعني هو لسه جايبه جديد اصلا. فانا لبسته من غير استئذان ومن غير اي حاجه. فاحنا عشان اسكته واحرجه فانا هندهله قدامكم ونشوف رد فعله هيبقى ايه. ماشي يلا بينا. تعالى يا علي. علي معلش خد ثانيه واحده. ازيك يا علي؟ ازيك. ايه اللي حصل؟ بتاع لا فيه فيه كلكم. اه ده بجد والنعم. والله انا شويه يا ولاد عملت ايه؟ مش عايزه هدومي التانيه؟ ما لا ما انا لابسه. انا عندي البنطلون بتاع الترنج. لا ما بيخشليش. انا خدت البنطلون بتاع ده قسما بالله. ما هو ما بيخشليش اقسم بالله. وكان دخل لي كنت اخدته. ايوه البنطلون بلبسه. مش كده ظبطت نفسي. ما هو انا قلت احرجك. ما انت عشان لو ما كانش في كاميرا كنت هتزعق. ما يغلاش عليك يا نشوى. بس مش من قلبك. انا هزودهولك يا بنتي. مش من قلبك. بألف هنا. وانا مش هاكله. طب بس بجد بغض النظر ان هو بتاعك ولسه ما تلبسه وكده. بجد والله حلو عليا. لا ما تقولش والله لو ما كانش حلو كنت خدته. طب والله العظيم بامانه ده مش رجالي يا جماعه. لا ما هوش رجالي. ماله اهو ده مش رجالي. قولوا رايكم فيه بامانه. بس بصراحه اللي بيحب علي ما يتحجزش العالم. الجاكيت ده بتاعنا والله. والله لسه ما لبسته. ده انا حتى ما ده اصلا ما قستوش عليا. حلو بجد والله. البنطلون ده بتاعي انا مش بتاعك. ما والله بتاخد بناطيري قسما بالله. كلها بتلبسي على فكره. ايوه هي بتحب الهدوم الرجاله اصلا. في الترنجات اللي جالك بتموت يعني ومشيتها بقت حلوه كده. ايه رايكم في حب؟ طب بذمتكم مش لاقي عليا؟ لو شفتوه على عليا يبقى شكله وحش. لكن هو ذمتك. والله بصراحه مش انا مظبوط عليكي بس. بجد حلو؟ اه والله. حلو يا نادين؟ والله ده بجد. والله حلو قوي. انا هلبسه كمان لفه على فكره. لا لا في شوف التاني اسمه شيرت. نادين بتسرح نانا. خدي خشوا خدي اسمه شيرت بتاعي. على فكره لبست اول امبارح السويتشيرت بتاعه طلع مظبوط عليا قوي. والله يا جماعه هي وين هي ونادين وامير قسما بالله. ما تشوفوا حاجه لنان من هدوم. ما بجيبش معايا اسكت. انا وتخينه ده كله باخد هدومك. يلا ما يجراش حاجه. حلو قولي له حلو. بالعافيه بالعافيه. صورنا صورنا. بس انا مستني تعالى تعالى. بصوا هي حاطه ايه؟ حاطه ايه؟ تنتن
حطت انت عليها تخدك كده تخدك يا مرحبا حبة احمر اترفي صوف هاتي لها التانية لها التانية لها التانية لها التانية طبعا والله طبعا لها التانية لها التانية لها التانية شو تفين بيحطوا لون اخوي لون عيون طلع مودة قولوا لها احنا حطينا كده التنت وهنخرج بقى نسهر برا بالترنج بتاعنا بالجاك يلا بينا تعالوا معانا ها نخرج برا انت جاي معانا؟ اه انا خارج انا وابوك انا خارج لوحدنا يا بنت لا ما جبناكم تقضي يومين وكفايه علينا كده انا هجيلك قبل ما تخرج لوحدك اه اه احنا اب وام جحدين اه انا امي جحدين انت ممكن تفتكرهم يعني واحنا خارجين لا استحاله طبعا تجيب لي حاجه اكل وبفضل اكل ده بنبقى اسعد اوقاتنا فكرتيني في اليوم اللي انت قصه مننا لا ما فيش يلا باي باي لا والله بس يا جماعه بيقولوا لنا انتوا كلتوا من غيرنا من في البحر اللي هو المطعم قلت لهم ده اللي انتوا كنتوا معانا فيه بس احنا قصينا فانا دي صدقت والله العظيم صدقت قلت لهم واقفين بره من غيرنا ولا في الدرس ما جبنا لكم اكل واحنا جايين ما انا جبت لكم اكل ماشي بس انا كنت عايز اكل على البحر انزلي الوقت كله خدي الوقفه بتاعتك انزلي كله على البحر يلا بابا يا عمرو سباق جاري خلاص هنبدا واحد لا ما تبداش انت يا نادر ارجعي عربيه هتدوسنا ايه واحد اثنين ثلاثه عمرك ما شفت هبل زي كده والله العظيم اللي احنا فيه ده ظلم انا والله العظيم اللي احنا فيه ده ظلم يعني مش فاهمين جنان رسم محدش فينا فاهم ايه المتعه في اللي احنا فيه احنا يا جماعه خارجين نصيف في راس البر بنلعب 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 يومين يا جماعه اه والله العظيم بنلعب احنا كلنا بنجري كلنا في الطريق ده والله شايف الشتاء متعوا معانا جديد يعني جديد علينا حلو حلو جنان طب ده يرضي مين شايفين الشتاء يا جماعه ده يرضي مين انا عايز لابس طرحه ولا مش بتاع ولا مش لابس حاجه غير ما البس طرحه انا يرضي مين يرضي مين اللي بيعملوه فيا بكيس انا حاسه ان امسك الزباله احنا بالدمياطي اللي الدنيا بتروخ او بتشتي الدنيا بتشتي عادي نانو ضاع بتروخ نانو فين نانو هناك نانو عايز حد هاتي نانو يرضيكوا يرضيكوا حطي يا ولد زعبوط يا ولد مفيش زعبوط عليا انا اه لا عادي عادي لازم لازم نعيش التجربه لازم والله نعيش الاحساس والله والله وقت جميل قوي وقت جميل اه هو عجب يلا تعالوا بينا نقف تحت الجامع بصوا احنا هنروح نقف تحت الجامع نشحت بقى احنا ونصيبنا لا وبعدين نازلين من غير عربيه احنا ركننا العربيه ونزلين وفي عربيه هتيجي تدوسني بس عادي نجيب العربيه قلت لها عايزين نمشي يلا بصوا ما فيناش والله لو عملنا ايه ما لناش غير الجامع اه الشتاء خلص تحت الجامع هنقعد بقى هنا اهو على الرصيف هنقعد بقى على الرصيف هنا اهو بس يا ماما مش هنشحن خالص يلا شوف نادين غرقت ونانو فرحانه كلنا هيجي لنا نازله معويه اخر النهار على الصبح كده احنا بنحب الشتاء احنا بنحب الشتاء يلا معاك علاج يا مش عندي 100 سنه ماشي بعلاجي بصوا بقى انا جبت دي الامير بس انا بصوركم في المحل بصوا المحل في حاجات حلوه جامده يعني واسعارها تحفه بنطلون اه وجبت ده الامير بنطلون تحس ان هو جربان ما تفهميش هو هو امير حبه ده جبت ده الامير وجبت ايه نادين بنطلون برضه وجبت نادين بنطلون ايه نادين بلوك بلاك اه جبت نادين بلو بلاك وجبت ايه بابا علي بقى طبعا البارتين ما بيحب السرنجات جبت له بنطلون ترنج بس قماشته من حلو يلا بينا بقى يلا نكمل بقيه المشوار هتعزمنا على ايه سيبك من التصوير هتعزمنا على ايه انا اخر اصور في ابو شاكر وفي ام شاكر ام شاكر يلا تعالى بس هتعزمنا على ايه اول وبعدين صور
عايزين نقول اسيبك انا جاي اصور واخرج. لا بصوا يا جماعه استنوا شوفوا علي عايزين نعمل ايه. بصوا بقى احنا بعد ما تمشينا على النيل كله وتعبنا من المشي فهي بس المناظر دي قمر قمر ايه ده انا اقسم بالله شبه المسلوخ. بصوا بقى بعد ما تعبنا من المشي ولفينا قاعدين بقى هنا في مجمع مطاعم كده بايه دامية في مجمع مطاعم هنتعشى. لانا بتعيط عايزه سكوتر وانا مش هجيب لها سكوتر عندها عجله. ونادين طلبت سندوتش كريب جمن وراحت قالت لي بتاع الكريب بص ما تحطليش طماطم ما تحطليش فلفل قلت لها ما يحطلكيش عيش رغيف بجمن ما فيش رغيف خالص خالص. وطلبنا العالي انا اللي رحت طلبت بس هو علي اللي حاسب يعني استريبس وجبه كرانشي لا وجبه كرانشي من حجم عائلي ده لوحده كلنا طالبين حاجات رخيصه وهو الوحيد اللي طلب اغلى حاجه فينا في اغلى حاجه عشان باكل كتير. لا بس احنا هنقسمه يعني. وامير حاطط ايده على خده عشان طلبت له انا من غير ما هو ياخد رايه. اه جايبه لي كريب شاورما اه طالبه الامير كريب شاورما وطالبه النانو كريب كفته وانا كريب شاورما و وبابا بيتزا كريب فراخ. اه انا ناجي اللي راحت عملت الفيلم اللي احنا عملناه. انا بشكل عشان كله يدوق يعني انا كنت عايزه اجيب بيتزايتين ننزل فيهم مره واحده ونخلص. ما ينفعش في ناس ده الحساب خدوا سكري. اه ده الحساب علي ازيكم يا جماعه وحشتوني سهله جوعان. بصوا بقى يلا بقى تعال تعالوا بصوا ده النيل بقى اللي احنا بناخده مشي ده بقى امير بياكله. امير كل بقى يا امير كل بقى يا امير. يلا بقى لما ينزل اكل نطلع. لا شوف بقى وجبه علي شوف وجبه علي يا رب على النبر. لا 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 تعالى تعالى هنا ستر يا رب على النبر نبر. شوفوا بصوا بقى ونانو بتسرق منها وانا اكيد هسرق منها. طب شوكه طيب بصوا دي وجبه علي يا جماعه ودي مكرونه علي ما بيحبهاش. بص بقى بص 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 هات امير هات امير انا جايب المكرونه دي جامده يا علي مش مستويه جامده وريني وريهم اصلا دي جبن وديت اسمها شاورما جبن من فول معطوب. بصوا بتاعت علي وجبه علي جامده وجبه علي عدت وجبه علي بقى من ملك الدوله وحو قوي الف هنا يا نشر مصلح ما يسري يمري. اه يا بطني دي بقى تتاكل ازاي وانا تاكل ازاي دي ده كرانشي ده بتاعي انا؟ اه اشمعنى انا اللي معايا البيبسي؟ والله يا جماعه ما عارفه اقول لكم ده كرانشي بتاع بابا عمرو ده انا ما بابا بابا ما طلب حطي هاتيها عندي. لا دي اجت عندي انا يا حبيبتي بصوا تعالوا بقى بصوا 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 بقى ده بتاعي انا ده الكريب ده بتاعي انا بصوا استنى ده جبان ولا ايه بصوا بقى المنظر مش عارفه امسكها طبعا ده بتاعي يا ماما ده بتاعي انا بصوا حط كبش يا ابونا كوم الحط مش هات المخرج الناس مرهم الكناكوم والله العظيم شبهه بالظبط اللي عارف مرهم الكناكوم بيقول لنا ده شو قلبت لنا صينيه هي يا جماعه انا مش عارفه انا بيعملوا فيها كده ليه انا باكل بايدي انا راح اجي امير امير هو مش قرطاس طعميه ده امير بيمد ايده دور الصلاه على النبي الصلاه على النبي شوفوا نازل بقى البيخه سندوتش جبنه رغيف بجبنه جبنه ايه ده جبن طب ده هناكله ازاي هجيب لك واحده كده كومب من ده لسه في اصلا بطاطس بصوا بقى كده خلاص بدأنا نتعشى بقى ونبدل مع بعض كل واحد فينا ماسك طبق ماسك طبق ايه ماسك سندوتش التاني هو بياخد قطمة من دي وبياخد قطمة من دي وكلنا قاعدين بنوريكوا علي بيوريكوا الفراخ بتاعته وانا قاعدة اقول لكم اتفضلوا معانا بالسندوتش يعني ايه بصوا قاعدين بنشارككم اليوم بتاعنا والسهرة الجميلة بتاعتنا لا وان انا عايزة كلهم عايزين يدوقوا بصوا شايفين بنبدل ازاي
كلنا ايه عايزين ندوق، اصل احنا جايبين كل واحد فينا سندوتش مختلفه، فقاعدين وبنبدل مع بعض كل واحد يدوق السندوتش بتاع التاني على اللي مستقر بذاته ومستقر بطبقه لوحده. لا لا بس احنا اكلنا منه المكرونه واخد البيبسي بتاعي. بصوا انا فتحت الفيديو ده عشان اشهدكم ان علي اخد البيبسي بتاعي. ده يرضيكم؟ ده يرضيكوا يعني؟ لا ما يرضيكوش. بعد السهرة الحلوة دي بقى يا ريتني يا ريتني يا ريتني كنت روحت على طول. لا ازاي الولاد صمموا ان هم نخش اللي هو مش عارفة اسمه 3D 7D، مش عارفة حاجة كده رعب الرعب يعني. بصراحة والله انا صرخت صريخ تيالي راس البر كلها اتفرجت على الصريخ اللي انا صرخته. بجد صعب صعب، انا ما كنت مفكراها تافهة وهايفة. بصوا احنا خدناها لحسابنا بصراحه، ما دخلتش حد معانا بحيث اننا نصرخ براحتي ونصوت براحتنا. الثلاثه قاعدين قدام وانا قاعده ورا بشتم في نادين وبشتم في امير. وبصوا امير كان هو اللي انا طايلاه، نزلت ضرب في امير. كل ما الاقي حاجه جايه على وشي انا اضرب في امير. بجد كان يوم ممتع وكان يوم جميل، ربنا يسعد ايامكم يا رب. هو يعني يوم بسيط جدا من ايامنا فقلنا نشارككم بيه. لسه فيه كمان هننزل لكم بكره. لو انت مش مشتركه في القناه اشتركي في القناه عشان تتفرجي على بكره يوم جديد جديد جديد. ما تنسوش بقى تضغطوا لايك، انا عارفه ان الفيديو طويل عليكم لكن هو انتوا بتحبوا السهره بتاعتنا واحنا حبينا نشارككم السهره بتاعتنا. لو انت بقى مش مشتركه اشتركي، ولو مش عامله لايك اعملي، وانا بحبكم حبه انت كده. يلا باي باي.